حشيبتكم واسعد الله سهرتكم الرمضانيه على الوطنيه الاولى. مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده من المختارات الكاميرا الخفيه. باش نقول الكاميرا الخفيه من مختارات الكاميرا الخفيه لان اجمل واحلى لحظات الكاميرا الخفيه نختار لكم فيها مختلف المواسم الرمضانيه. اليوم نهائي كاس العالم والاجواء كرويه بامتياز. ما حبيناش نخرج على جو الكره. ثم حلقه عن اسمها الدربي، تم تصويرها عام 2008 وما سلها ربي باش تبث لاول مره كان في 2011. شنو موضوع الحلقه؟ الدربي اللي يصير في العاصمه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، واللي جمهور المشجعين والاحباء يبداوا يحضروا له قبل باسابيع اكثر من اللي حضروا له الملاعبيه. هاوي نجم تعمل لي شو غادي كان جبت شنو سال؟ ما خلطتش قصير. شو اسمك؟ ما فوق مش فوق مش فوق تكتب لي السياره افريقي قبل افريقي. خلطش وشرب الحليب باش تتوي. فوق بالكل فوق. وين فوق؟ ايه هنا. ايه اه على الطرح تاع زيد اطلع زيد هنا زيد. ايه الحكاية هذيك هذيك ها الترف هذيك غزال خش خش سلام. ملا وحلة ملا وحلة برد انا ما صار شيء برد. اللي عملت مبروك خويا اللي عملت مبروك احسن حل لقيته هذاك. هيا بابا هذا برجلك هيك
اعذرني ان شاء الله نلتقي بعد الافطار في حلقه جديده من مختارات الكاميرا الخفيه، اجمل لحظات الكاميرا الخفيه المختلفه الموسم الرمضاني، حلقات شفتوها، حلقات تعرفوها، حلقات يمكن نسيتوها وفكركم فيها، ثم حلقات تنجموا تقترحوها على موقع التواصل بتاعنا صفحه فيسبوك الوطنيه الاولى. خليكم على الوطنيه الاولى بعد شويه السلسله الكوميديه حجرلاند، مسلسل الوطنيه الاولى نعورة الهواء، وما تنساوا زاد اليوم لكلام جيه، اجمل اللحظات والسهرات الرمضانيه على الوطنيه الاولى.